أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أعلنت شركة تومسون رويترز بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن سلسلة من التقارير الرائدة المزمع إطلاقها خلال حلقة نقاشية متخصصة مطلع ديسمبر المقبل، لتشمل النتائج الروسية لوضع التمويل الإسلامي في كل من كندا وكازاخستان والسودان. وتهدف الحلقة النقاشية إلى تحمل عنوان اقتناص فرص النمو في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي، إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة للتمويل الإسلامي والتي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة. ويتوقع الخبراء أن تتضاعف أصول صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم لتتجاوز حاجز 3 تريليون دولار بحلول عام 2020. مملكة البحرين خلال السنوات هذه أو العقود الماضية في تبني وتطوير الصرف الإسلامية، بحيث أن اليوم البحرين يعني تأخذ مكانة مميزة في قطاع الصرف الإسلامية، وكثير من الدول سواء الدول المتطورة أو الدول النامية تستعين بخبرات البحرين في هذا المجال، وهذا شرف لنا طبعا جميعا في هذا البلد الحبيب.